أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى منشيت الأحد، وضيف حلقتنا لهذا اليوم الصحفي رشيد الفعم. مرحبا بك معنا أستاذ رشيد. أهلا بك. ومشاهدينا إلى أبرز العناوين المحلية بعد هذا الفاصل. البداية من غلاف الجريدة التي عنونت المنشيت تسابق نيابي لإقرار التقاعد المبكر رغم التحذيرات. وتحت هذا العنوان تورد الجريدة مواقف عدد من النواب من هذه المسألة: العدساني يتيح توظيف الشباب، والمطيري يخفف الأعباء، فهاد نحذر من رد القانون، والهاشم غير معقول إحالة الموظف في منتصف الأربعينيات أو أول الخمسينيات. أيضا التأمينات سن التقاعد عالميا 55 سنة، ومعظم الدول تتجه لزيادته. سنقف عند هذا الخبر أستاذ رشيد، يعني هل يملك التقاعد المبكر اليوم غطاء سياسي كافي لإقراره؟ وما التحديات التي سيفرضها على الحكومة في حال تم إقرار هذا القانون؟ أنا أعتقد أن قضية البطالة هي التي ستدفع باتجاه أن يقر مثل هذا القانون. هناك فعلا دفع نيابي في تقديم طلب، وتقدم فيه أكثر من نائب، واستذكر في هذا الجانب النائب علي الدقباسي الذي استلم زمام الأمور في تقديم مثل هذا الاقتراح. نعم. التي يخفض سن التقاعد للموظف الكويتي. طبعا القضية ليست هي قضية اقتراح أو قضية مشادة ما بين السلطتين أو ما بين الحكومة ومجلس الأمة، هي قضية وظيفية تلتمس غالبية المجتمع الكويتي. نعم. هناك ما يقارب 32 ألف مسجل في ديوان الخدمة المدنية، يلتمس الدور وينتظر الدور ما يقارب 4 أو 5 سنوات. لا توجد خصخصة كما هو الحال في معظم الدول التي يعني أشارت فيها الجريدة فيما يخص، أو عفوا التأمينات، أن 55 عاما هو سن التقاعد ومن فوق، أو 50 عام. والدول تتجه لزيادة والدول هذا تتجه لزيادة لأن الدول بعض أو أغلبية الدول التي تتجه في هذا الجانب هي دول تعتمد على الشركات، خصخصت بعض قطاعاتها التي تمنح امتيازات لأصحاب الخبرة وأصحاب السلم الوظيفي المرتفع. لذلك احنا في الكويت، لا احنا في الكويت لدينا 92% من الكويتيين موظفون في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية. في المقابل هناك 32 ألف مسجل في ديوان الخدمة المدنية. فهناك أزمة فعلا، الأزمة يعني تتدحرج، وكرة الثلج تتدحرج خلال السنوات ال6 وال7 الماضية، أدت إلى الدفع باتجاه أن يتقدم مثل هذا الاقتراح، وهو تخفيض سن التقاعد الذي سيعطي المجال لكل متقدم في أن يتاح له الفرصة في الوظيفة. وبالإضافة إلى أن هناك أمر آخر، يعني أنا أتوقع أن هذا الأمر أيضا سيخفف من الباب الخامس ومن الباب الأول في الميزانية العامة للدولة. يعني لو موظف يستلم 1500 وأحيل التقاعد، بطبيعة الحال ستنزل بعض الامتيازات، يعني لو قلنا 30% أو 20%، والموظف الجديد سيستلم راتب نصف الراتب الموظف الذي تقاعد. فإحنا بهذا الجانب استطاعت الحكومة أن تخفض الميزانية العامة للدولة في الباب الأول والباب الخامس، وبنفس الوقت أتحنا الفرصة لل 32 ألف في أن يتيح لهم المجال في توظيف المؤسسات الحكومية. دعنا نقف عما تحدث عنه الهاشم، قال غير معقول إحالة الموظف في منتصف الأربعينيات أو أول الخمسينيات، يعني هو عمر قابل للعطاء. أيضا هناك عدد كبير ممن في هذا العمر يرفضون التقاعد. نعم، القانون يعني كما قدم هو ليس قانون إجباري أنك يحال للتقاعد، يعني هو يعني حتى اللحظة، يعني نتحدث عن العمر، عن العمر، العمر حتى لو العمر في قانون التأمينات الاجتماعية إذا يصل 70 عام، يعني يقدر أنه يقعد ليه من عمر 70 يتقاعد كيف؟ يعني الأمر ليس إجباري أن يتقاعد الأمر متى ما وصل عمره 50 عام أو متى ما وصل 25 سنة خدمة. الأمر ليس إجباري، يتيح للموظف أنه إذا خدم 25 سنة أو وصل إلى 50 عام يتيح له أن يتقدم للتقاعد ويطلع. ما تبي تتقاعد لا، راح تظل موجود، ليس هناك إجبار. الإجبار هو على القياديين والوظائف الإشرافية في الدولة. يعني من غير منطقي أن يظل قيادي في الدولة
وكيل وزارة لمدة 20 و25 عام. افتح الفرصة للمجال حتى تفتح الباب لغيرك في أن يأخذ المكان اللي أنت كنت فيه. فلذلك أنا يعني أختلف مع النائب صفاء الهاشم في أن يعني من غير منطقي أن تجبر الناس. لا، هو ليس إجبار. من راد من يريد أن يخرج للتقاعد يخرج، من إذا يبقى يبقى، يعني ما مش إجبار الأمر. نعم. أيضا في موضوع آخر في صحيفة الأنباء، التعليم العالي معادلة الشهادات الطبية تتم عبر لجنة فنية. تحت هذا العنوان تكتب الأنباء: أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان أن الوزارة ملتزمة بالقرارات الوزارية المنظمة لمعادلة الشهادات العلمية، ومنها القرار الوزاري رقم 192 والمؤرخ في 21 من أبريل لعام 2010، والذي ينص على عدم السماح لطلبة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها بالأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات الطبية في جميع الجامعات والمعاهد في الدول العربية والأجنبية والموصى بها لدى الوزارة، وأنه لم تتم أو لن تتم معادلة أي شهادة طبية مخالفة لهذا القرار الوزاري. إذا نتحدث هنا عن قرار ينص على عدم السماح لطلبة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها في الأقسام الأدبية بالالتحاق بالتخصصات الطبية في جميع الجامعات والمعاهد سواء كانت العربية أو الأجنبية. كيف تعلق على هذا القرار؟ طبعا القرار منطقي، يعني هو سلم علمي وسلم دراسي. من غير المنطقي أن يعني الدراسة الجامعية هي امتداد للدراسة الثانوية. نعم. فمن غير المنطقي أن يأتيني شخص تخصصه أدبي وتخصصه يعني فلسفة أو ما شابه ويتخصص في أمور فيها كيمياء تحليلية وفيها فيزياء كيميائية وفيها الأمور العلمية التي لم يتمترس عليها أثناء فترة دراسته. نعم. الطلابية. لذلك أنا أرى أن قرار نعم يعني قرار منطقي بالأساس وقرار مدروس، قرار يعني يتيح الفرصة أن يعني يكون هناك تدرج في استلام الشهادات وتدرج في أن يكون هناك جيل أو عفوا أن يكون هناك عامل متمترس من البداية للشأن الوظيفي. نعم. أيضا في موضوع آخر، تخفيض أسعار 1034 دواء، العنوان في صحيفة الرأي التي كتبت: أكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عدم صحة ما تردد عن زيادة أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 45% لبعضها، مشيرا إلى أنه تم تخفيض أسعار 1034 دواء، وهو ما تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بتاريخ 21 من يونيو عام 2017 تطبيقا لنظام أسعار الأدوية الموحدة في دول الخليج CIF. أيضا نتحدث هنا عن عدم صحة ما تردد من زيادة أسعار الأدوية بنسبة 45%، وتم تخفيض أسعار الأدوية لعدد 134 نوع. كيف برأيك ترى هذا التوجه؟ طبعا هو توجه حتمي، لأن هناك قوانين أو قرارات ملزمة على دول مجلس التعاون والتسعير الموحدة أو الاتحاد الجمركي الموحد ما بين دول مجلس التعاون. ولكن يعني أن يتم تخفيض ما يقارب 45,000 يعني 1034 1034 يعني هذا يعني نطاق إيجابي ونطاق إلزامي على مجلس التعاون أن يكون هناك تسعيرة موحدة ما بين دول مجلس التعاون. ونشكر الوزير في هذا الاتجاه أن يعني التزم في هذا القرار الذي هو قرار منتخب من قبل الوزراء المختصين في دول مجلس التعاون فيما يخص الاتحاد الجمركي أو فيما يخص التسعيرة الموحدة. نتمنى أن يعني يلزم بعض الشركات أيضا المحلية التي ليس لها تواجد في بعض دول مجلس التعاون أن يكون هناك أيضا تخفيضات تتناسب مع الأدوية الموجودة في بعض الدول المجاورة. نعم. مشاهدينا، منشط الصحافة مستمر بعد هذا الفاصل. الصحافة العالمية نستهلها بما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، حيث نقلت شهادات عمال الإغاثة بأن أكثر من نصف اللاجئين الروهينجا الذين فروا من ميانمار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية هم أطفال، بما فيهم المئات الذين سافروا من دون أفراد أسرهم، مما يعرضهم لخطر خاص في المعسكرات الموحلة المزدحمة في بنغلاديش. تقول الأمم المتحدة أن ما يقارب من 400,000 من مسلمي الروهينجا هربوا من ولاية راخين في غرب ميانمار منذ
25 من أغسطس ويكافحون حاليا لإيجاد الطعام والمأوى والمياه النظيفة في بنغلاديش. أيضا نقلت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات للسفير الصيني لدى واشنطن، قال فيها إن الولايات المتحدة يجب ألا تتوقف عن تهديد زعيم كوريا الشمالية من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة النووية، حيث أكد كيم يونغ أون مجددا أن هدف بلاده هو التوصل إلى توازن عسكري مع الولايات المتحدة. السفير الصيني كان يتحدث بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا اخترق الأجواء اليابانية للمرة الثانية خلال أسبوعين في خطوة أدانها مجلس الأمن الدولي بشدة، تقول الصحيفة. أيضا في السياق ذاته، كوريا الجنوبية تنشئ وحدة عسكرية خاصة لاغتيال كيم جونغ أون. تحت هذا العنوان تفصل صحيفة USA Today قصة تطور فكرة اغتيال زعيم كوريا الشمالية لدى الجارة الشقيقة في الجنوب. فقد كانت مزحة في إطار فيلم كوميدي عندما تحدث ممثل يلعب دور صحفي في الفيلم عن اغتيال كيم أثناء إجراء مقابلة معه. لكن قصة الفيلم تحولت إلى مسألة جدية لدى سيول. فبعد بضعة أيام من اختيار كوريا الشمالية لصاروخها النووي السادس، أعلنت كوريا الجنوبية عن خططها لإنشاء وحدة كوموندو عسكرية خاصة بهدف اغتيال كيم جونغ أون، تضيف الصحيفة. إذن في هذا الخبر، الصين تدعو واشنطن لتغيير سياستها مع كوريا الشمالية، بينما تتحدث صحيفة أمريكية تقول بأن هناك تجهيز لقاعدة عسكرية كوموندو تخطط لاغتيال كيم جونغ أون في كوريا الجنوبية. كيف تعلق على ذلك؟ أنا أعتقد أن هي حرب التصريحات هذه وحرب التغالف الإعلامي ما بين الصين وما بين كوريا الشمالية وأمريكا من جهة أخرى. نعم. هي حروب بالوكالة. الصين تتحدث بلسان كوريا الشمالية، الحليف الاستراتيجي لها، الحليف الذي يعني يجذب ما يقارب 18% من حجم الاقتصاد الصيني يوزع على كوريا الشمالية. وجود فرقة الكوماندوز للاغتيال هي ليست مستبعدة، وقد حصل في عام 1988 اغتيال رئيس وزراء كوريا الشمالية، لرئيس الكوري الشمالي 1988 أكثر من ما يقارب 24 محاولة اغتيال حصلت يعني. نعم. له. لذلك الأمر غير مستبعد، ولكن في نهاية الأمر لن يكون هناك حرب بمعناها الحقيقي أو على أرض الواقع. هي حروب اقتصادية، حروب تحالفات ما بين كوريا الشمالية التي تمثل الصين وما بين كوريا الجنوبية التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن كما ذكر الرئيس الأمريكي قبل تقريبا 3 أيام أن العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية هي خطوة يعني صغيرة، هناك خطوات أخرى لن يصل لها الولايات المتحدة إلا في حال نعرف أن يعني آخر الدواء القي، وهي العقوبات النفطية التي ستصل يعني خلال الشهور المقبلة ستلجأ لها الولايات المتحدة، وهذا أقصى ما سيمكن يعني وضعه في القضية الكورية الشمالية مع الوقت. يعني من يكون هناك حرب بمعنى حرب لا أعتقد. ولكن هل العقوبات النفطية التي تحدثت عنها هل بالفعل ستردع كيم جونغ أون عن تجربه في النووية؟ نوعا ما، خصوصا أن الصين يعني وروسيا وهم حلفاء كوريا الشمالية صوتوا على العقوبات الأخيرة على كوريا الشمالية. هدفته الصين عندما تدعو واشنطن لتغيير سياستها، عن أي سياسة تتحدث؟ تتحدث عن سياسة فرض نفسها في على المشهد السياسي للدول التي تعتبر الصين هي الحاضنة لهم. يعني الصين هو البعبع الموجود والتنين الصيني، يعتبر نفسه أنه هو القوة الاقتصادية المقبلة والحالية. فعلى الولايات المتحدة تكف يدها على الدول التي تعتبر الصين أبنائها أو كيف، وهي تهدد يعني بإطلاقها الصواريخ البالستية، هي تهدد بأنها هذه الصواريخ ممكن أن تصل إلى نيويورك. بالضبط. 1994 حتى اللحظة جربت كوريا الشمالية الكثير من الصواريخ، وتغاضفت التصريحات الأمريكية والصينية، وكل دولة تصرح فيما يخص التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، ولم تصل إلى نتيجة، إلى حرب بما معنى حرب.
هي حروب اقتصادية أنا أرى هذا الجانب، وحروب يعني ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهي حروب كما ذكرت سلفا هي حروب بالوكالة لا أكثر. نعم، أيضا في موضوع آخر بين مدريد وبرشلونة، يبدو التيار يمشي في الاتجاه المعاكس، هذا ما كتبت عنه صحيفة لوموند الفرنسية. فعلى الرغم من معارضة مدريد وتعليق المحكمة الدستورية الإسبانية، دعت الحكومة الكتالونية من جانب واحد إلى استفتاء بشأن تقرير المصير في الأول من أكتوبر القادم، ودعا أداكولا عمدة برشلونة إلى إجراء الاقتراع معتبرا أنه لن يكون له قوة ملزمة. الصحيفة تقول أن هناك طلبا مشروعا لمئات الآلاف من المواطنين المدنيين والسلميين الذين خرجوا في الشوارع لمدة 7 سنوات متتالية، وحوالي 80% من الكتالونيين يطلبون إجراء استفتاء فعال، ويعتقد هؤلاء الناس أن الإطار الحالي للعلاقة مع الدولة الإسبانية عفى عليه الزمن. برأيك هل تسمح مدريد بإجراء استفتاء للانفصال إذا تعرضت لضغط شعبي كتالوني، وماذا في حال رفضت؟ طبعا هو ليس الأول مرة وأول تجربة تطالب فيها كتالونيا بالانفصال عن إسبانيا. سبق وأن حصل استفتاء عام 2014 أو 2013 على ما أعتقد، وحصل استفتاء على ما يقارب 60% مع الانفصال، ويعني أدلب أصوات 20% من المجتمع أو الشعب الكتالوني. أنا يعني أعتقد أن من الصعب هو الانفصال، خصوصا أن الدستور الإسباني فرض على كافة المقاطعات الموجودة في إسبانيا موافقة الملك إسبانيا على الانفصال لأي مقاطعة من المقاطعات 7 الموجودة في إسبانيا، وهذا بلا شك يعني يدفع باتجاه أن من الصعب الانفصال، خصوصا أن برشلونة أو كتالونيا تمثل ما يقارب 35% من حجم الاقتصاد الإسباني، ومن الصعب أن تفرط مدريد بالانفصال عنها، خصوصا وأنها وضعت لها كثير من الأمور التي تواجهها بصعوبة نحو الانفصال. لذلك أنا أعتقد أن هناك سيكون هناك استبيان أو استفتاء، وسيتجه الاستفتاء نحو الانفصال، ولكن في النهاية لن يكون أي انفصال كما حصل في عام 2014. نعم، أيضا في خبر آخر في صحيفة لوسوار البلجيكية، نقرأ عن حدث بيئي مهم في العاصمة بروكسل، حيث سيشارك الألاف من راكبي الدراجات و20,000 سيارة في شوارع العاصمة البلجيكية اليوم الأحد في النسخة 17 من يوم الأحد بدون سيارة، ويتم تنظيم العديد من الأنشطة خلال هذا اليوم الذي يعتبر الحدث الرئيسي لأسبوع التنقل، والذي يتم من 16 إلى 22 من سبتمبر. وخلافا للمبادرات المماثلة التي نظمت في السبعينيات من القرن الماضي لرفع مستوى الوعي بأزمة النفط، فإن أحدث طبعات يوم الأحد من دون سيارات تهدف إلى جعل الجمهور يتأمل في الاستخدام الحالي للسيارة وعلى البدائل الحالية. أيضا موضوع مثير للاهتمام نشره موقع هافينغتون بوست الأخباري تحت عنوان ينتخبون رئيسا له كل شهر ويديره أطفال بينهم لاجئون، قصة منزل القزم في اسطنبول الذي يحظى بدعم الأتراك. في التفاصيل نقرأ، مخفيا في أحد الشوارع الخلفية من اسطنبول القديمة تنبض الحياة في هوبيت هاوس منزل القزم، ويميزه 3 أشياء: الأول أن الأطفال هم المسؤولون عنه، والثاني أن العديد منهم لاجئون فروا من الحرب في سوريا، والثالث أنه تم تجديد المبنى المكون من 3 طوابق بالكامل باستخدام مواد أعيد تدويرها. ويقول بيرغان أو بيرفان رئيس هذا الشهر للمنزل والبالغ من العمر 7 سنوات أنهم يحمون الأطفال من القلوب السيئة في الخارج. مشاهدينا ننتقل الآن إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة القدس الفلسطينية بقلم أسامة الألفي بعنوان هل تتكرر مأساة فلسطين في ميانمار؟ يقول الكاتب يخطئ من يتعامل مع ملف مأساة مسلمي ميانمار على أنها مجرد مشكلة عرقية، فالأمر أكبر بكثير من ذلك، هو باختصار عملية استيطان ممنهجة على غرار ما حدث في فلسطين. ويستخلص الكاتب بعد استعراض تاريخي لقضية الروهينجيا أن أكثر من عامل أدى إلى تغيير جذري في موقف أونغ سان سوتشي، أولها كسب تأييد
تأكيد الأغلبية البوذية بهدف الاستمرار في الحكم، والثاني الاستحواذ على أراضي المسلمين وما تضمنه من ثروات طبيعية مثل البترول والغاز الطبيعي والمواد الغنية الأخرى كالتيتانيوم وغيرها، وثالث الأسباب عدم رغبة الحكومة البورمية في وجود مسلمين في إقليم غني بثرواته حتى لا يكون وجودهم سببا في نشوء دولة مسلمة قوية على حدودها. إذن أستاذ رشيد، تحدث المقال عن تغير موقف سان ساو تشي، هي تريد الاستمرار في الحكم، تريد الاستحواذ على أراضي المسلمين، هي المناطق التي تحدثت عنها تضمنه وما تضمنه من ثروات طبيعية مثل البترول والغاز، وأيضا هي لا تريد وجود مسلمين في مثل هذا الإقليم، كيف تعلق على ذلك؟ أنا أعلق على هذا الأمر كما ذكر كاتب المقال في النقطة الثالثة اللي ذكرها، أنه هو تطهير عرقي. هي في النهاية المسلمين لا يشكلون ما يقارب 3.8 من المجتمع البورمي، لذلك يعني هي نسبة ضئيلة جدا وتكاد تكون معدومة، ولكن هو تطهير عرقي وهو امتداد للحرب التي تشن على الإسلام والمسلمين في هذه البلد منذ ما يقارب 1939، وامتدادا حتى 1984 و 2015 الماضية. لذلك هو تطهير عرقي، هو كره للإسلام والمسلمين، الأطفال يذبحون والخد يقتلون بطريقة بشعة ويدفعون باتجاه الخروج إلى بنغلاديش بطريقة يعني مقززة وبطريقة مزعجة وبطريقة لا إنسانية. لذلك هو كره للإسلام، وليس الهدف هو ثروات طبيعية أو ما شابه. هذا هو التاريخ البورمي منذ ما يعني حرب الهند 1939. إذن أنت تتفق فقط مع موضوع أن سبب التطهير العرقي هو عدم رغبتهم بوجود مسلمين في إقليم رخين. مشاهدينا، ننتقل الآن إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الحياة، ونعلق على هذا الكاريكاتير أستاذ رشيد. التعليق أن إصلاح الأمم المتحدة لن يمر عن طريق سوق العطارين، واضح أن سوق العطارين لن يحل مشاكل الأمم المتحدة. حتى إذا تنتبه لي أيضا لشعار الأمم المتحدة كيف أن الورقة ممزقة. أي بالضبط، بالضبط صحيح. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ماشية الصحافة. أشكر ضيفي الصحفي رشيد الفعم على تواجده معنا، وشكر موصول لكم أيضا على كرم المتابعة. إلى اللقاء.